Good evening. Good to have you. مساء الخير. أنا سعيد على استضافتي في هذا البرنامج. سيد زين، مهم جدا أن احنا نعرف منك ما رأيك في مسألة انضمام مصر للدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا تجاه دولة إسرائيل. سؤال جيد بالطبع. أنا أعتقد أن أننا نرحب بقرار مصر وانضمام مصر لقضيتنا جميعا. فمصر دولة مهمة ليست فقط في إفريقيا وإنما في العالم، دولة مهمة جدا في المنطقة، وأيضا مصر جارة لفلسطين، فبالتالي دورها محوري وأساسي في هذه القضية أن نعود بقرار قوي بمساندة مصر، فسيكون أمرا هاما للجميع، وهذا سيحفزنا جميعا للاستمرار ضد هذا التدخل الإسرائيلي، خصوصا أننا تحدثنا كثيرا وقلنا أن هذا ضرر سيعود على الجميع، وخصوصا بعد التهديد باقتحام رفح. فبالتالي نحن نرحب كثيرا بقرار مصر بانضمامها إلينا.